بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقاتنا الأسبوعية معلمي شكرا، والذي نستضيف فيه في كل أسبوع ضيف يكون أحد هامات التربية أو من الذين قدموا للتربية الشيء العظيم. لذلك سوف يكون معنا في هذا الأسبوع أحد القيادات التي خدمت التربية وخدمت في منطقة مبارك الكبير وأصبح أحد أعلامها. ضيفنا لهذا الأسبوع الأستاذ الكبير أستاذ صلاح سالم أمان، مراقب المرحلة الابتدائية في منطقة المبارك الكبير سابقا. أخوي صلاح وسالم، نرحب فيك تكون ضيف عزيز عيننا في هذا الأسبوع. يا أهلا وسهلا فيكم، ونحن حقيقة يعني سعداء في هذا اللقاء، وودي أنا أستغل هذه المناسبة بداية لأهني حضرة صاحب السمو بيعني لقب الإنسانية حقيقة، والكويت مركز الإنسانية في دولتنا الحبيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل صاحب السمو دائما في صحة وعافية، ولعهد الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي أمانة. آمين. أشكرك أبو سالم على حضورك معنا في هذا اللقاء، ونأمل الله سبحانه وتعالى أن نكون نقدم لك بعض الشكر في هذا البرنامج. نأخذ هذا الفاصل ونعود بإذن الله بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وضيفنا الأستاذ صلاح سالم أمان، مراقب المرحلة الابتدائية في منطقة مبارك الكبير سابقا، نتحاور معه حول بداياته. أبو سالم، بداياتك في التدريس، ودنا تحدثنا دخولك مجال التدريس وترقيك حتى وصلت لمرحلة مراقب المرحلة الابتدائية. في الحقيقة مدام يعني نحن في سياق عن قضية التعليم ودخولنا في مجال التعليم، كنا حقيقة يعني شغوفين على أنه نعمل في مهنة التعليم وخدمة بها في البلد. وعندما يعني تخرجنا أنا أذكر أني التحقت في مدرسة أبر خيطان في منطقة خيطان أمانة، وكان الأعداد فيها جدا كبيرة يعني كانت في المدرسة، وأغلبها يعني من يعني الشباب المقيمين أغلبها يعني كون منطقة خيطان يعني يسكن فيها كثير من المقيمين. فعملنا فيها أمانة بكل جد، ويعني كنا نتعلم من اللي موجودين قدامنا ومن سبقونا في مهنة التعليم في تلك الفترة. فكانت حقيقة يعني فترة جدا يعني فيها من الألفة ومن الانضباط ومن العمل الموجود، كون القيادات في تلك الفترة يعني المعلمين والإدارات المدرسية جدا حقيقة يعني يعني قائمة وتنفذ الخطط الدراسية اللي يعني الوزارة التربية تعدها بشكل جيد، وبالتالي يكون العمل حقيقة فيها منظم، الخطط التدريسية منظمة، اليوم الدراسي منتظم، نسبة الغياب يعني في المدرسة يعني كبير، الحضور فيها والغياب فيها قليل جدا. فهذيك الفترة فعلا يعني كنا يعني شباب حقيقة يعني شغوفين على أنه يأدون الواجب في مهنة التدريس. في أستاذ، استمريت في التدريس، ومتى بديت تترقى في رئيس قسم ثم مساعد ثم؟ نعم، بعد ذلك يعني كانت الفترة هذيك الأيام يعني فعلا راحت علينا بعض السنين أمانة، وكان الترقي يأخذ وقت في ساعتها، يعني حول أن قعدت يمكن تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات على أساس إحنا نوصل إلى رؤساء أقسام. فكان قضية الترقي شيء ما هو هين أمانة في تلك في هذه الفترة. فقعدت فيها في المدرسة هذه أمانة إلين أتانا يعني الغزو. والله لين يعني نعم، انا لم اغير الحقيقه المدارس، لم انتقل في المدارس، هذه مدرسه مليت فيها يعني قعدنا فيها امانه الى فتره الغزو. بعد ذلك الفتره هذه يعني المدرسه اصبحت لا ما تصلح، وبالتالي تحولنا الى مدرسه عبد المحسن البحر في السرة. بدا عاد هناك النشاط ايضا، كون ان يعني التحقنا مع ادارات مدرسيه جدا متفتحه، ادارات مدرسيه تحب التغيير وعندها ايضا النظام، وتواجدت التكنولوجيا في تلك الفتره البسيطه يعني، فكانت يعني تشجعنا امانه
على أنه نعمل المختبرات ونعمل الحصص النموذجية داخل هذه المدرسة، وبالتالي كان العمل جدا ناجح. يعني متى استلمت مدير مدرسة يا أستاذ؟ مدير مدرسة في رئيس قسم، رئيس قسم بال94 تقريبا أصبحت. بعد سنتين التحق طبعا الترقي في هالفترة تدخل في اختبارات، تدخل في مقابلات عشان تترقى حقيقة. هي الوزارة الوحيدة التي أنت تمر في هذا البروسيجر اللي هو يعني النظام إلى أنك أنت تترقى، وبالتالي رئيس المدير مساعد بعد 3 سنوات. نعم. صرت مدير مساعد تقريبا ب 2005 تقريبا أو 2006. ظليت ناظر تقريبا أقول مدير مساعد لمدة سنة ما شاء الله. إيه لمدة سنة تقريبا. هذا ففتحوا المجال إلى أنه يعني من يريد يعني يدخل في النظارة. حلو. وبعدها صرت أول مدرسة، أول مدرسة التحقت فيها وأنا مدير مدرسة في جاسم محمد الإبراهيم ما شاء الله. ساعتها أول مدرسة في 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 منطقة خيطان، فقعدت فيها تقريبا 2 سنين، وبالتالي فتحوا أيضا الترقي الى يعني وظيفه مراقب. نعم. فدخلنا ايضا في الاختبارات ودخلنا في قضايا الامتحانات والى اخره والترقي والمقابلات امانه، فلحد ما وصلنا يعني في عهد الدكتور الله يعطيه العافيه الوزير عادل الطبطبائي. نعم. فاصبحنا مراقبين في منطقه مبارك الكبير. اي نعم. سنه كم استلمت مراقب؟ مراقب في 2006 2007 استلمت مراقبة مبارك الكبير لحد ما تقاعدنا في 30/9/2005. ما شاء الله. طبعا عمر طويل الله يعطيك العافيه صراحه، والكل يشهد حق انجازاتك في منطقة مبارك الكبير. صراحة انت كنت مراقب في مرحلة ابتدائية. نعم. والمرحلة الابتدائية الان تطورت صارت يعني نوع من التأنيث يسمونه معلمات. نعم. فحضرتك انت مراقب رجل، وشلون كان تعاملك مع انت مراقب لمرحله ابتدائيه واغلب المدارس اللي تشرف عليها هي من الاناث، شلون كان التعامل؟ هل كان في صعوبات عندك؟ هل كان في مشاكل؟ جدا حقيقه سؤال عميق، ان يعني الواحد يتعامل ما بين الجنسين سواء المعلمين ومدارس المعلمات. في الامر دكتور بدر امانه يعني يحتاج الى فراسه في قضيه التعامل مع النساء امانه. نعم. كونك انت يعني قيادي وتفش على هذه المدارس، يجب ان تكون انت جدا حريص في التعامل معهم، لانه يختلف التعامل مع نعم. مع نظار المدارس وش اسمه. وبالتالي يعني نحن امانه يعني غالبا ما يكون الحديث والتوجيه والمحاولة أنك أنت يعني تسير أمور هذه المدارس خصوصا البنات، عادة ما نتعامل فيه مباشرة مع مديرات المدارس أمانة، وبالتالي نعطيهم هذه التعليمات تماما وتنتقل الخطط هذه إلى من هم يليهم يعني مدراء المساعدين. أما المعلمين يعني الدخول عليهم والعمل معهم مباشرة. ذكرت بسالم يمكن هاي النقطة يعني يتميز فيها يعني بسالم جزاه الله خير في المناطق التعليمية، أنه كان من المراقبين يعني الكفاء في إدارة مرحلة ابتدائية، مع العلم أنه يعني كان يتعامل مع جميع المدارس أكثرها الأغلب فيها يعني أطفال، يتميز في زعشة منطقة مبارك كبير أنه كان بسالم. أستاذ صلاح أنت شاركت في كثير من الدورات أنا أعرف والملتقيات والدروس النموذجية، ودنا خاصة في عندك كان في إعداد لجنة في مناهج العلوم والرياضيات. نعم. شكلت في السابق، مشاركتك في هذه اللجنة خاصة لجنة المناهج العلوم والرياضيات وبصماتك فيها والدور اللي كانت تقومون فيه. حقيقة في 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 التطوير ما في يعني أحلى من كلمة إنه النظام والتطوير في حياة الشعوب أمانة، لكي تقفز بأن يكون هناك حقيقة شعب راقي متعلم مثقف من خلال المؤسسات التربوية، يجب أن تمر هذه المناهج في قضايا التطوير. يعني كنا في الفترة السابقة لما كنا ندرس المناهج القديمة كان يذكر علي خصوصا تحديدا يعني أتكلم عن مادة الرياضيات. نعم. أمانة لما درسنا إحنا في مادة الرياضيات
كنا شيء اسمه رياضيات التقليدية رياضيات القديمة. هذه الرياضيات فيها استاتيكا ميكانيكا حساب تفاضل يعني ضخم، لما تطلع من الثانوية العامة فعلا يكون الإنسان فيها يعني قوية. نعم، وبالتالي لما يينا حق ندرس في 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 المرحلة الابتدائية في كتبهم، كان أيضا كتبهم ترى كانت دسمة ذيك السنين في بالـ 77 80، كان الكتاب الرياضيات المحتوى ماله يحتوي على الهندسة ويحتوي على قراءة الأعداد بشكل كبير، يحتوي على القسمة المطولة. القسمة المطولة ساعتها في السنين اللي قبل كانت تدرس بالجامعات، فكانت ذيك الفترة في الصف الرابع ابتدائي تدرس، ماكو الصف الخامس، ما في لسه يعني على السلم التعليمي ما في، فكانت تدرس القسمة المطولة أمانة. فلما جتنا الرياضيات وعملوا تغيير في هذه الكتب، حقيقة حبينا أن ندخل يعني نشارك في هذه القضايا، وكان لنا النصيب حقيقة من قبل الوزارة بأن نشارك في مادة الرياضيات والعلوم في تغيير هذه المناهج. وفعلا يعني لحد الآن المناهج يعني في حالة تطوير، لكنها فعلا جيدة بالنسبة لتلميذ المرحلة، لأن الرياضيات والعلوم تختلف في منهجيتها عن اللغة العربية في فرق كبير، وبالتالي الرياضيات بحتة دائما تحتاج إلى التقنيات، تحتاج إلى الوسائل، تحتاج إلى أن يكون المعلم عنده ذهن حاضر أثناء تدريس الطلاب، وبالتالي لا يمكن أنك أنت تطلع من الحصة وتدرس ما لم تقيم أبنائك داخل الصف، وين وصلوا أبنائي افترض أنك تقيمها في تلك الفترة إحنا اللي كنا يعني نقوم. إنما هذا شيء يعني ثابت في جميع المدارس، ما أعتقد ما لم يكن هناك مدرس يتعب على نفسه ويطور من نفسه على أساس أنه يصل إلى وصل أبنائه إلى بر الأمان يعني حقيقة. ماشي سالم، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. أهلا إليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم معلمي شكرا. ومثل ما نعرف أن المعلم دائما هو لبنة الأساس في العملية التعليمية، لذلك البرنامج قائم على تكريم المعلم ومن خدم العملية التعليمية داخل السلم التعليمي. نعود مع ضيفنا العزيز أخونا صلاح سالم أمان. سالم، ونستكمل حديثنا. سالم، أنت شاركت في عديد من الدورات الخارجية، وأنا أذكر يعني خبرتي معاك أنك رحت حق الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وأتذكر كنت من الدورات الأولى تطلع وكان وزارة التربية تبتعث المراقبين إلى الجهات الخارجية. يمكن أنت شاركت في دورة في أستراليا، كانت عندكم دورة في أستراليا، حدثنا عن الدورة اللي صارت لك والرحلة اللي رحت فيها أستراليا. في الدورة في اللي صارت لنا في أستراليا ضمن البرنامج اللي تعمله الوزارة حقيقة أمانة يعني، فكان الاختيار إحنا مع يعني بعض الأخوان تقريبا العدد حول 14 ما بين معلمة وما بين مدراء مدارس ومدراء مدارس آخرين. فرحنا هذه الصورة اللي معنا صراحة، هذه الصورة اللي إيه هذه الصورة هذه اللي كانت في أستراليا هذه. فبالتالي يعني رحنا وشفنا في إدارة الفصول، كيفية إدارة الفصول، إدارة الوقت فيها، النظم، كيف تصير العملية التعليمية داخل، متابعة المعلمين داخل المدرسة، كل هذه القضايا شفناها، تواصل المؤسسي مع الدولة مع المدارس، خصوصا هذه كانت مدارس خاصة يعني. فشفنا حقيقة تجربة يعني جدا رائعة أمانة، حتى من بالنسبة يعني الشيء بالشيء يذكر بالنسبة لكيفية إدارة الخدمات داخل المدرسة، يعني يخصصون ناس متخصصين في هذه القضية ليتابع الخدمات داخل المدرسة. أما الجانب المتابع هناك موجود عندهم، نشوفه عندهم دكتور متخصص يتابع المعلمين داخل المدرسة طول اليوم، طول متخصص يتابع يدور وهذا ويوقف ذي إذا عنده نقص عنده كذا بكل رحابة يعني سدر، ما في أحد ينزعج من هذا. يمكن أعتقد أن أتصور أن هذا هو التوجيه عندهم موجود هناك داخل، دكتور متخصص ويدور عليهم. النقطة الثانية أنه حركة الفصول طبعا متحركة، مو يعني جدول خلص من الرياضيات يروح الحصة الثانية العلوم، يروح العلوم الأخرى، تلاقي تقريبا يعني 40% علم وتدريس رياضيات وعلوم وغيرها، 60% أنشطة.
60% النشاط هو اللي يجعل طبعا النشاط هو اللي يعطي فرصه بالنسبه للطالب انه يعيد حيويته. هذه بالنسبه لتجربه شو اسمه التقييم. بالنسبه للمناهج عندهم طبعا الشخص هذا موجود لتقييم هذه المناهج اللي تي من الـ ما عندهم وزاره ان كونفدرال موجوده عندهم في داخل الولايه، وبالتالي يستقطبون هذه المناهج ويقومون بتدريسها بعيده عن طبعا حاطين لهم محاذير ان ما لك علاقه في هذه اي ماده علوم ماده العلوم الانسانيه اللي عندهم مالتهم يعني يقومون بتدريسها. سالم صراحه الصوره منو كان معك اشوف فيه منو كان معك في هذه الصوره؟ في الصوره هذه الاخوان في الله يعطي الصحه والعافيه اللي هو كان المدير اللي هو علي حسن مذيع ونعم، وفيها يعقوب العصفور واحد من الزملاء، وفيها خالد خيطر، وفيها محمد الكندري احد الزملاء. يعني هذا اللي تقريبا اذكر اسامهم، وفيهم الاخ حبيب ايضا كان مدير يعني توفى الله يرحمه، وعبد العزيز وابو سعود الجار الله رحمه الله عليه ايضا، هذول كلهم كانوا. بقيه البنات لا اذكر اساميهم يعني. من الدورات تتوقع الجيده اللي انتوا يعني شاركتوا فيها. زين صراحة تتوقع الان هل احنا محتاجين الى بعد الابتعاث حق دورات مشاركات خارجيه، ام الان محتاجين حق احتكاك داخلي داخل مدارسنا، ولا هم محتاجين حق دورات خارجيه والابتعاث الخارجي؟ شوف يعني انا مثلا لما رحنا وشفنا يعني نتمنى لاخواننا اللي ما راحوا المفروض يروحوا امانه، لكن هذا شيء يعني مو معقوله بتودي المعلمين او بتودي هذه القيادات كلها بهذه الطريقه. هناك برامج، هناك دوره مستنديه بالنسبه للوزاره، هناك مبالغ مرصوده امانه لهذه الدورات. انا اقول يعني انه يفترض يمكن 60% المفروض اهل الميدان هو يروح، الميدان يروح هو يروح امانه، ويجب يعني القياديين هم اللي يحصل فيهم انكم انت يعني توديها بنسب محدده، اما الميدان هو اللي هو اللي يطبق داخل المدارس. يعني لازم نفهمها بهذه الطريقه. انما هذه الدورات مفيده لتجارب الاخرين وتجارب الدول، وهذه يعطي تنميه بالنسبه للمعلم. المعلم الدوله ما تقصر والوزاره ما تقصر، لكن انت ايضا كمعلم اتعب على نفسك ايضا لكي تقف على رجلك امام الطلاب بطريقة متزنة بسمات شخصية بقدرات باتجاهات بميول عندك حتى تواجه هؤلاء الطلاب. لا تستهين من رياض الأطفال إلى في الثانوية، كل من المدارس هذه لها خصوصيتها. بالثانوية أنت قادر أن تواجه طالب الثانوية، بالابتدائي لازم بسن المراهقة المتوسط لازم تجابل هذا، وتكون أنت معلم دسم أمانة متكامل على أساس تواجه السؤال. اليوم التكنولوجيا دشت، وبالتالي لا تستطيع أن تواجه هؤلاء الموجودين لو يبلك أي وسيلة يبلك أي سؤال يحرجك إذا أنت ما أنت يعني مشبع بالعلم. ماشي أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. زين سالم، هل الان معلمين محتاجين حق الدورات الخارجيه، ولا فقط محتاجين حق الاحتكاك الداخلي مع معلمينهم والخبرات الداخليه برايك؟ بالعكس، المعلمين حتى الان محتاجين الى الدورات سواء داخليه او خارجيه. المعلم الهيئات التي تعد المعلم يعني جامعه الكويت وهيئه التعليم التطبيقي ايضا يعدون هؤلاء المعلمين وياتون الى المدارس، لكن في عندهم نقص، يعني نقص في المواجهه امانه. هناك كم اكاديمي ماخذينه وجايين فيه من الجامعه من هذا صحيح، لكن قضيه التعامل مع الطلاب هذا يحتاج الى وقت، ويحتاج الى يعني فنون يشوفونها هم ويتعلمون يعني منها امانه يعني. ولكن نحن نعذر الوزاره اقول لك اياها بحدود التوجيه الفنية وبحدود الـ 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 يعني الكميات اللي أخذوها من مؤسساتهم العلمية لما تخرجوا بعد 4 سنين بعد 5 سنين، هذه داخل المدارس غير كافية. هذا اللي احنا نشوفه يعني كنظار مدارس وكمدراء مساعدين نصطدم مع هؤلاء
يعني لا يستطيع أن يقود فصل، لكن محمل بالعلم، عنده علم لكن ما يستطيع هذا. فهذا يحتاجون إلى 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 اتخاذ قرار، إلى إدارة فصل، محتاج إلى 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 ميوله واتجاهاته داخل الصف يعرف يعني. فضروري يعني. سالم هو سؤال يعني جوابه طويل، بس أنا خبرتك نعم. أدنى محتاج حق محاضرات الجواب حق السؤال هذا. هل المعلم السابق يختلف عن المعلم الحاضر؟ هل المعلمين الآن هم نفس معلمين بخبرتك السابقين ولا في اختلاف؟ شوف سبحان الله، يعني المعلم السابق شنو التقنيات اللي موجودة بيده؟ شنو لنسأل أنفسنا كل أبونا، ماكو شيء عنده، كان لكن كان يبدع، كان يبدع على السبورة طبشير، كنا ندرس عنده ساعته. لكن اليوم عنده كثير من التقنيات والوسائل المشوقة، خصوصا هذه الوسائل إذا مرت على أتكلم بخصوص المرحلة الابتدائية. فأنت لما أكثر إبداع، أكثر إبداع أنت لما تنقلها من مختبر لمختبر. ذاك اليوم عنده عيد، أنا غيرت عنده الجو العام عند التلميذ وغيره، والطالب الثانوي أيضا، لأن طالب يدرك وله القدرة على أنه يعني يقعد على الكرسي، لكن طالب المرحلة الابتدائية متعب. فشين هي الوسائل والتقنيات اللي تستخدمها لكي يثبت التلميذ المرحلة الابتدائية؟ إذا أنت ياي هو ما عنده استعداد يقعد على الكرسي، لا يمكن يفهم. نعم. لا يمكن يفهمك يقعد على الكرسي. لكن فوق هذا ممكن لو يقعد على 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 يعني على على الأرض، بس عنده استعداد يجاب لك، عنده استعداد يتعامل معك، كفاية. فهذا المطلوب الآن، وسائل موجودة. لا، وسائل موجودة، يفترض أن المعلم الآن أكثر إبداعاً أكثر. نعم. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل القصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، مع مراقب الأعياء في منطقة كبير كبير صلاح سالم أمان، مراقب سابقاً في منطقة كبير كبير. أبو سالم سالم الحين وين موجود؟ وين نصيدك؟ وين نلقاك؟ الحقيقة يعني هذا سؤال يمكن الإجابة عليه أنه أكيد الإنسان يبي يشوف نفسه عقب عمل 36 سنة عمل، وبالتالي يريد أن يشوف نفسه أمانة، يعني نرتاح اليوم نفس يعني القعدة الصبح نقعد عادي مستمرين، وبالتالي يعني إذا عندنا أنشطة في يعني حق البيت وغيره ولا هذه نقوم فيها، يعني الأولاد أحيانا تلاقي لهم طلبات تقوم فيها أمانة، وبالتالي بعد صلاة العشاء صلاة العصر يمكن نمر الآن يعني مواظبين على جمعية المعلمين نقعد فيها أمانة مع بعض الأخوة الطيبين في الجمعية، وعقب صلاة العشاء نرجع إلى يعني إلى البيت يعني خلال الساعة بالعشر 11 في النص 12 الواحد يرتاح، لأن لازم الواحد يشوف نفسه أمانة يعني، وعمل جدا اشتغلنا ما فيه الكفاية، وجزاه الله خير يعني الوزارة والدولة أمانة، لكن مالنا الملاحظات، لنا ملاحظات كل بني آدم أديناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى الله يعني وانت إعلام التربية وخلصة الأبدائية، كلمة أخيرة نصلح منك إخوانك المعلمين من عاشرتهم ومن يأتي بعدك في ختام هذا البرنامج. أمانة الرسالة للأخوة المعلمين، الله يعطيهم الصحة والعافية، والله يقدرهم أن يقومون بهذا الواجب. نحن سبقناهم في هذا المكان، وبالتالي ها نحن الآن يعني غادرنا المكان، وبالتالي هم سوف يواجهون هذه القضية. فأسأل أقول لهم يعني أمانة، أنت يجب أن يعني تنمي نفسك، لأنك أنت قاعد تجابل نفس داخل الصف، داخل الفصول، بشر وطلاب متنوعين المشارب، وبالتالي يجب أن يكون أنت إنسان يعني قادر أن تواجه هؤلاء. حاول أنك أنت يعني
تتفادى تلك الألفاظ أو التوبيخ أو كذا، وعد نفسك إعداد جيد أمام طلابك حتى تكسب ثقتهم وبالتالي تأدي دورك. إذا طلابك لم يجدوا منك الاحترام بلن يحترموك وبالتالي راح ما راح تأدي الدور، وهذا ينعكس على مؤسسة واحدة ومؤسسة ثانية بنفس الشيء والمؤسسات الأخرى، وبالتالي راح يخرج عندنا مجتمع جدا حقيقة ضعيف كثير المشاكل. لذلك أقول أنت السبب، والقيادات المدرسية ركز عليها متى ما كانت هي قدوة حق المعلم وقادرة أن تقود اليوم الدراسي بشكل صحيح، بالتالي هذه المؤسسات نطمئن على أبنائنا التلاميذ. فهذه رسالة أقول لهم لأبناء الإدارات المدرسية والمعلمين، والله يعينكم على هذه المهنة، مهنة شاقة أمانة. يعني من ما عنده الاستعداد يدخل يدرس فليبتعد أفضل له. يعني صلاح شاكر شاكر سالم عزيز عزيز برنامج معلمي، شكرا ان شاء الله نشوفك بالعافيه معك السعاده المشاهدين في برنامج معلمي. شكرا لكم ضيفنا صلاح سالم رمضان مرحبا بدايه في منطقه مبارك سابقا، كل الشكر والتقدير تقدير صلاح في حلقه القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.